عملنا دي بلاتو يوم 12 جانفي 2011، يوم 13 جانفي 2011، وكانت بلاتوات ميموغابل، الناس الكل تحكي عليها، الناس الكل تتذكرها. المخلوع مازال قاعد على كرسيه ومازال يصنع في الخطابات ويحاول يقنع الجمهور التونسي، اما الحقائق تقالت ليتها على قناة حنا بعض. وانا سيدير اللي ما نجمش يتقال، اللي ما يلزموش يتقال حسبهم هما. حتى حد ما كان متحذر، ما نجمش نقول كنا متحذرين احنا. حتى الاعلام اللي خدمنا فيه والطريقه اللي خدمنا بها قبل، انا غاش دي شوز انا غاش، مي انا با انا با اكزيستي دون ان ريجيم اللي يعطيك انك انت تنجم تفكر بنفسك، وخاصه تفكر في سا. يا يو ان سيرتان كفواج، ومن بعدين هرب بالزين، خرج لي كاميرا نتاع قناة حنبع، لي جورناليست خرجوا صوروا، عدينا التصاور. من بعدين المواطن التونسي يلقى روحه ضايع، ماهوش فاهم روحه شنو يعمل، يسمع في ضرب كرتوش، يسمع في برشا حوايج، يسمع في برشا معلومات، هز التليفون اطلب. هي الغرب راهي حتى كان حبينا نعملوها كانت غير ممكنه، غير ممكنه، خاطر احنا الهاتف كان يتعدى مباشره الى القاعه نتاع البث. معناها المذيع كيف ياخذ المكالمة يقول ألو شكون معايا، ما يقولش ألو يا فلان ولا ألو يا فلتان. احنا معناش الطريقة متاع الغرب لوقتها، احنا اللي يتكلم يتعدى. من بعدين نحاولوا باش نغيظوا العباد، نحاولوا باش نستفسروا منهم المعلومة اللي يعطيوها. احنا كلمونا مش كان مواطنين عاديين، اللي هو يسكن في الزهروني ولا يسكن في حي التضامن ولا يسكن في المروج ولا يسكن في الحمامات ولا يسكن في تطاوين. احنا كلمونا أوسي مشاهير، العباد فنانين نعرفوهم، مطربين، مثقفين، وزراء كلمونا احنا وتدخلوا عبر الهاتف. المواطن التونسي من بعدين ولا ما عادش ينجم يتحصل على قناه حنا بعل عبر الهاتف، ولا لما روحه يجي قدام القناه، قدام القناه ولات مظاهرات، ولات عباد، ولات دي بونكارت اللي كيما اللي ترفعوا قدام وزاره الداخليه. من بعدين يوم 16 انا هزيت التليفون للسي العربي نصرة، كلمته قلت له سي العربي احنا موجودين في القناه. سي العربي نصرة كانت عنده حاله صحيه منعته من ان يكون معنا موجود، هو موجود في تونس، اما الى تي انكابابل دو فينير للقناه. هزيته التليفون قلت له سي العربي احنا رانا ملمومين توا في القناه، المسؤولين التقنيين الصحفيين المقدمين المنشطين العاملين العساسه المنظفين، الناس الكل احنا ملمومين رانا في القناه توا، ونشوفوا انه الطلب نتاع المواطن التونسي كثر علينا، ما نجموش اون بو با لينيوغي. قل لي شنو نعمل. دونك وقتها طلب مني سيد العربي نصرة بان احنا نجمعوا بعضنا نعملوا اجتماع، واللي راوه صالح واللي راوه يكون الاجابه للطلب نتاع المواطن هذايا والمتلقي هذايا احنا نعملوه. وبعد زادني جمله سي العربي قال لي يموني احنا عملناها قبل وقت كانت ثم سيف محطوط على رقبتنا، توا راهي بلاد حريه، خلي كل واحد يعبر على رايه. من بعدين ثم شكون اللي جانا على البلاتو، وانا توا من هنا من خلال الميكروفون هذايا نقول انا للمواطن التونسي، انت اللي اتصلت بقناه حنا بعل ومرت لك قناه حنا بعل الهاتف نتاعك، اكد المعلومه، اتكلم، اخرج من صمتك، قول راني انا طلبت قناه حنا بعل وراني لقيت مجيب على استغاثتي في قناه حنا بعل. وكان حتى قناه حنا بعل كانت ما تقدر لي على حتى شيء، ولكن على الاقل طمأنتني.